مشاهدينا الكرام، مساءكم وطن. مرحبا بكم في هذه السهرة الخاصة التي نفتتح بها برنامجنا الجديد سهرية، وهو برنامج طربي للمتعة والانتشاء بأحلى الأنغام والأشعار والأصوات. وما أجمل البداية عندما تكون بالوطن، وما أجمل الوطن عندما يكون هو البداية والنهاية، وهو الساكن فينا والمسافر دائما عبر ثنايا الجسد، تعشقه الروح وتحتفي باسمه وبتاريخه المشع كضياء يلوح لينير الدروب والأرجاء. هو يوم انطلاق أول رصاصة لتحرير الأرض وحماية العرض، نحتفي به ونتذكر من خلاله بطولات شعب عاهد فوفى وناضل وجاهد وانتصر وحرر البلاد والعباد. نلتقي بعد إشارة البرنامج. سهرتنا تبدأ، إنها ليلة الذكرى، الذكرى التي لا ولن تنسى ولن تمحى من ذاكرتنا. إنها ليلة ذكرى انطلاق ثورتنا المجيدة. استقبلوا معي أحد رموز هذه الثورة من الجانب الفني، الجانب الإبداعي، جانب الجمال والإبداع. رحبوا معي بالفنان الكبير الأستاذ الهادي رجب. مرحبا بك أستاذنا. هذا أستاذ، كيف حالك؟ بس ربنا. الحمد لله. الحمد لله. والله نحن سعداء جدا بتشريفك لنا في هذه الذكرى هذه، وانت من الجانب الفني أحد رموزها يعني، وكنت مشارك فيها من صغرك يعني، وبصمتك موجودة إلى حد الآن في تاريخ الغناء الثوري أو الغناء للوطن يعني منذ زمان.
والتحقت انت بفرقه جبهه التحرير وانت يعني كنت صغير، وكنت اصغر عضو في الفرقه. نعم. ويعني قدمت او سافرت مع الفرقه الى مختلف بلدان العالم فعلا. طبعا وهذا كان هدفه التعريف بالقضيه الجزائريه فعلا. وكقضيه تحرر وقضيه تقرير مصير في ذلك الوقت، والحمد لله نحن الان ننعم بالاستقلال في بلدنا، نحن أسياد في بلدنا والحمد لله. هذه نعمة كبيرة من عند الله. الحمد لله، الحمد لله يا رب. باختصار، التحاقك بفرقة جبهة التحرير هو لأنك تحب الغناء فقط حبيت تنتمي للفرقة هذه، ولا بدافع وطني ودافع؟ في الحقيقة هم في زوج. أيوة. الوطن قبل كل شيء. كل حال أنا كنت شاب صغير حبيت نطلع مع المجاهدين للجبل. حبيت تشارك يعني كمجاهد؟ التحقت بهم، كانت ليكول دي كادر في الكاف. أيوة. ثم رحت واحد 6 كيلومتر على الكاف. ليكول دي كادر هذه فيها ليوتنا بوعنان، وفيها كان الهواري بومدين ثم شمالاق. هذا كي رحت انا لتما انا وشباب اخرين. قد كان في عمرك؟ 13 سنه. 13 سنه. قالوا لي المكحل اطول منك انت صغير مثلا. ايه ما تقدرش. كي سمعوا صوتي غنيت للجنود هكذا. ايوه. غنيت لهم ملا، قالوا لي هاي عندك رساله اخرى تبلغها. يعني كي جات الفرقه الفنيه جات تحيي حفلات. ايوه. تما للجيش. جاء أحمد وهبي مصطفى كاتب الله يرحمهم. الله يرحمهم. جاءوا بالفرقة ثم قدموني لهم، ومن ثم بدأت المسيرة. أيوة. ها كيفاش التحقت بالفرقة. حكيت لي قبل عطاوك ورقة فيها العنوان وسافرت غدوة. صح في... هي. أيوة. حكاية طويلة. وبيت في الكوشة و... صح حكاية طويلة. حكاية طويلة هي. ومن بعد التحقت بهم في العاصمة تونس. أنا عمي. أيوة. و احكي لي باختصار اول حفل شاركت معاهم فيه كان في تونس. اول حفل في تونس في باردو في. أيوة. تونس باردو في استاد. أيوة. ملعب رياضي. أيه. خدمنا فيه الحفله هذه. وجا الجمهور الملعب. جاء جمهور كبير. أوه. وزاد الحفله الثانيه درناها في البالماريوم في تونس العاصمه. وجاوا هذوك الحفلة هذيك باش نبلغوا باللي الجزائر عمرها ما كانت فرنساوية. وعندها ثقافتها وعندها فنها وعندها ليكوتيم تاعها. فقدمنا احنا فيهم مسرحيات. ايوه. ومشيوا غير الغناء. أيوة. طبعا فرقة جبهة التحرير كانت فيها، فيها جزء المسرح وجزء الموسيقى والغناء. يسمى كل فرض من عضو من الفرقة تاع جبهة التحرير يخدم بزاف خدمات، يخدم ممثل، يخدم ماشينيست، يخدم مغني، يخدم المهم عنده دور مهم وخلاص. ايه. عنده عدة أدوار. يرفد ديكور، يرفد كل شيء. ايه. ف وش غنيت في الحفل الأول؟ الحفل الأول كان لحن لي كتب لي محمد بوزيدي يا أمي ما تخافيش. ولحنها أحمد وهبي. أيوة. خدمتها هذيك الأول. والحفل الثاني؟ الحفل الثاني بديت بقلبي يا بلادي لا ينساك. قلبي اغنيه مشهوره طبعا مصطفى التومي الله يرحمه. الله يرحمه مصطفى سحنون. سمعني فيها طرش. نشوف روحي صوتي في حلاوه صوتك ولا نديروا منها مقاطع برك. معليش. ايه معليش قسم لي شويه. عدت يا عيد، عدت يا عيد، وفى وفى بالبشاير، فزدي لله لله شكرا يا جزائر. حدثينا يا بلادي، حدثينا يا بلادي عن نضالك
واحكي للأجيال للأجيال عن الليل الطويل الطويل. قلبي يا بلادي لا ينساك نتفكرك طول حياتي. قلبي يا بلادي لا ينساك نتفكرك طول حياتي. قسما 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 يا بلادي ضحي بحياتي في داك يا بلادي. يا بلادي عليك بكات الأمهات. يا بلادي عليك دموعنا فنات. يا بلادي عليك بكات الأمهات. والله يا بلادي عليك دموعنا فنات. قاموا الرجال ثاروا الأبطال صعدوا الجبال. قلبي يا بلادي لا ينساك نتفكرك طول حياتي. قلبي يا بلادي لا نتفكرك طول حياتي. يعطيك الصحة يا بلادي يا بلادي يا جزائر يا جزائر. يعطيك الصحة. وش رأيك عمي الهادي نستقبلوا ضيفة فنانة من الجيل الحالي؟ ما شاء الله. الفنانة هي المطربة كنزة مرسلي. مرحبا بك. والله يعني هذا شرف اني موجوده معكم اليوم، خصوصا بحضور الفنان الكبير عبد الهادي رجب. وبحضورك انت كذلك الفنان الكبير. وان شاء الله تكون سهره إن شاء الله جميله وخفيفه على المشاهدين. ان شاء الله يا ربي نورتينا في مناسبه عظيمه كهذه. هناك ثلاث اجيال راهم في الجلسه هذه. الجيل شفت في ليلة مباركة، يعني جيل الثورة، جيل الاستقلال، وجيل ما بعد الاستقلال. يعني أكيد راح يكون تنوع فني وفكري مختلف، كوكتيل من الأفكار سنتداولها الآن. من عادة الجزائر طبعا طبعا. كنزة، الوطنية في الإنسان، يعني هل هناك فرق تشوف أنت أنه كاين فرق بين جيل الثورة مثلا في طريقة حبه للوطن وبين جيل كما جيلكم أنتم؟ يعني أنتم مثلا الجيل تاعكم كيفاش يشوف الوطن بعيونه وبقلبه، كيفاش يشوفه؟ يعني أكيد راح يكون كاين فرق يعني. وآخر جملة قلتها نظن هنا هو الفرق بين العيون والقلب. يعني الجيل اللي فات ولا جيل الثورة هو شاف، يعني شاف الأحداث وعاشها. شاف الأحداث أكيد وعاشها. أكيد شافها وعاشها وحسها. يكون تأثير مختلف طبعا. حيكون تأثير مختلف، لكن احنا سمعنا عليها برك وقراوها لنا وحكاوها لنا. احنا عشناها أكثر بقلوبنا وبمشاعرنا، لكن هم عاشوها بمشاعرهم وبعيونهم وقلوبهم. بصح احنا حكاوها لنا والدينا، وانتم حكاوها لكم جدودكم. احنا حكاوها لنا جدودنا وقريناها في المدارس وهي رايحة. وبالنسبة للغناء للوطن، هل مثلا الجيل تاعكم توما لما يغني للوطن بنفس الحماس او مجرد اغنيه كباقي الاغاني؟ لا اكيد مش كباقي الاغاني، اكيد بالحماس واكيد بالحب. احنا يعني من اللي كنا صغار كبرنا على حب الوطن، وكبرنا على يعني
الوطنية كبرت معانا الغالب يعني في قلب أي جزائري وفي دم أي جزائري بدون استثناء طبعاً. فأكيد الأغنية الوطنية أول ما تسمعها أول حاجة كما يقولوا يقشعر بدنك. صح صح أكيد. صح عمي الهادي، هل تشوف أنه الفنانين العرب في وقت الثورة ومنهم المصريين يعني هل تشوف أنهم ساهموا معاكم في إيصال صوت الجزائري إلى العالم؟ طبعا ساهموا عدة فنانين من مصر، منهم كارم محمود، منهم محمد قنديل، منهم نجاح سلام. نجاح سلام اللي غنت يا طير الطاير، سلم على الجزائر، وهات البشاير، يا طير يا طاير خذ البشاير من مصر وديها على الجزائر. يا طير يا طاير خذ البشاير من مصر واجري على الجزائر. النصر بان ده النصر بان له دليل، يا شعب صابر يا شعب كافح يا شعب الجزائر تحيا الجزائر. الله 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 يعطيك الصحة. والأغنية تاع خلي الثورة تولع نار شفالها محمد قنديل؟ محمد قنديل ايه. خلي الثورة تولع نار تولع نار، يعني فيه مساهمة كبيرة يعني طبعاً طبعاً. هو شوف أنا عندي لهنا مجموعة من الأسماء لفنانين مثلا من تونس، كان عليا خميس ترنان، يكون الوعي الشعبي بأهمية هذه المواعيد، كان من الثلاثي اللي لحن قسما لأنه لحنها محمد توري كان الهادي جويني غنى هادي جويني غنى غنى على الجزائر وعليا الله يرحمها عليا الله يرحمها هاي. من مصر كان فايدة كامل عبد الحليم حافظ عبد الحليم حافظ 63 بعد الاستقلال، كارم محمود، محمد قنديل. في لبنان فيروز غنت صديقتي جميلة، نعم أغنية صديقتي جميلة. نجاح سلام يا طير يا طاير وزوجها محمد سلمان، محمد سلمان غنى ألف أغنية 2000 مبروك، وكان جاي باش يغنيها في الذكرى العاشرة للاستقلال في 72 ويوم قبل الحفل مرض فما كانش قادر يغني الأغنية في الحفل اللي كان مقرر في المناسبة، فقال لهم جيبوا لي فنان شابي نعطي له الأغنية هذه يغنيها. جابوا له محمد رشدي الله يرحمه، الله يرحمه رشدي، اي فحفظها في الليلة هذه كل غدوة تمرنها مع الفرقة وأداها، ومن بعد أصبحت الأغنية نتاعه ونجحت الأغنية ولات. صح صح ان شاء الله في البرنامج تاعنا رايحين نسمعوها من بعد ان شاء الله. سعاد محمد، سعاد محمد من سوريا، كاين سهام رفقي، سهام رفقي غنت أغنية يا أهل الجزائر. فهد بلان في الاستقلال يوم ما بعثت لي برية من بلد العربان هكذا تشفالها الأغنية، وبعد يقول من بلد من بلدي من الشام، أغنية ثانية كانت يعني دار ضجة في وقتها، إضافة طبعا إلى فناني العراق والمغرب وليبيا. هذو كامل غناوا للجزائر، ليبيا غنوا للجزائر، إضافة إلى المطربة وردة، وردتنا الله يرحمها غنات كلنا جميلة في حفل سنة 1960، وغنات كذلك من كلمات الشاعر الغنائي، هذه من كلمات الشاعر الغنائي ميشيل طعمة، والحان الموسيقار عفيف رضوان، وشاركت في أوبيرات وطني حبيبي الوطن الأكبر شفالها انت عبد الوهاب والمجموعة هذه. الأغنية كانت من تأليف أحمد شفيق كامل والحان محمد عبد الوهاب، وتغنات في 1960 مع كل من عبد الحليم حافظ، نجاة الصغيرة، صباح، شادية، فايزة أحمد، وفايدة كامل. وكانت بطلب من رئيس جمال عبد الناصر لما سمع بلي رايحين يديروا هالأغنية هذه، قال لهم لازم تجيبوا فنان أو فنانة من الجزائر يشارك في الحفل، فجابوا وردة وكانت صغيرة في هذاك الوقت وعطوا لها المقطع، وكانت خير سفيرة للفن والثقافة الجزائرية. كل فنانة تمثل بلادها طبعا طبعا. وطبعا دائما للمرحومة الراحلة وردة
اللي شاركت تقريبا في كل المناسبات الوطنية بعد ما رجعت في عام 72 للغناء، كل المناسبات الوطنية غنت فيهم. ومن بين الأغاني واحدة من أجمل أغانيها الوطنية هي عيد الكرامة، من كلمات عبد السلام أمين وألحان حلمي بكر. رايحين نسمعوها بصوت كنزة.
غني وعيد وعرف هنا اسمي الصحة. شكرا بارك الله فيك. شكرا كنزة شكرا. وش تحسي كي تغني أغنية كما هذه السيدة أميرة الطرب العربي المرحومة وردة؟ أولا نحس بفخر أكيد، وأنا حكايتي مع وردة الجزائرية يعني حكاية، يعني أنا تربيت على أغاني وردة، وحتى الناس اللي عرفوني عرفوني بأغاني وردة. ف الله يرحمها يعني. هل تلقيتي بها قبل ولا للأسف؟ لا للأسف هي توفيت قبل أنا ما ندخل المجال الفني. هل في من بين أحلامك أنك تحقق شهرة وردة ونجاح وردة وتاريخ وردة، تاريخ الفني الكبير يعني؟ شوف يعني هو أكيد أنت فنانة ناجحة يعني، هذه ما فيهاش شك، لكن نجومية وردة وتاريخها العظيم يعني يغري أي فنان أنه يحقق هذاك النجاح. مشوار طويل عريض ونجاحات لا تعد ولا تحصى، ويعني في الوقت اللي رانا فيه صعب شوية، صعب شوية، ظروف يعني الوقت يعني اختلف والذوق اختلف والسمع اختلف وكل شيء، حتى الجمهور اختلف يعني. ف للأسف ما عادش. احنا نتمناه إن شاء الله لكل فنان مجتهد، نتمنى له التألق والتفوق دائما والنجاح إن شاء الله. إن شاء الله. عمي الهادي، أنت طبعا متابع للحركة الفنية يعني حتى من خلال التلفزيون ولا؟ طبعا. وش رأيك بين الغناء للوطن قديما في وقتكم توما والغناء للوطن الآن؟ في وقتنا إحنا كان الأغنية الوطنية تسري في عروق الدم. دم في الدم راهي ساكنة في الإنسان، تربينا عليها، وفي العهد هذا راهم يبذلوا في كل مجهود باش يوصلوا يتنور لهم الطريق. صعبة صح، ولكن الحمد لله لباس كاين شباب لباس به.
الحمد لله. كما كانت تقول قبيله كنزه انه فرق بين انسان عاش الثوره وعاش الاحداث هذيك فعلا. لما يعبر عليها وانسان حكاوا له ولا فعلا. شافها في افلام ولا سمعها عاشها اللي عاشها اللي عاشها يؤديها خير ايه صح ذاقها صح اللي عفس على الجمره هو اللي يحس بالكياده صح صح, صح. هذا هو صح. ولكن هذه اذواق ومراحل صح صح. انت اديت قلبي يا بلادي في سنه 58 58 وكاين فنانين كذلك جزائريين اللي غناوا للثوره في وقتها مثل المرحوم علي معاشي الله يرحمه الله يرحمه من خلال اغنيه يا ناس اماه انغام الجزائر يا ناس اماه وكاين ثاني بقر حد الله يرحمها الله يرحمها كانت عندها اغنيه جندي خويا وقيله ولا حاجه كانت مشهوره ذاك الوقت كان بقر حدا وضايقوها الاستعمار واحد الوقت غنيه على التعريف معروفه في القطر الجزائري يعني في الوقت هذاك الناس كامل هبت يعني من اجل الجزائر من اجل الثوره كل حسب موقعه كما يقولوا يعني كل واحد في كل واحد يعبر باحساسه والشيء اللي راه عاش ويشوف فيه يوميا شفت واحد الصور لما رحتوا اليوغوسلافيا اليوغوسلافيا نعم وتصغير وتمضي في الاوتوغرافات هذول ايه يعني كان عندك جمهور وعندك هذيك في سراييفو كيفاش كان الجو ثم كيفاش يعني جمهور سراييفو يعني ما يفهمش العربية لا كان معنا مرأة ترجم ترجم كاع البروغرام نتاعنا ايوا يعطونا حتى مسرحيات عملنا مسرحية نحو النور والخالدون وابناء القصبة يترجموهم الكل يترجموهم الجمهور تاعهم باش يفهم على الأقل يترجموا كاع البرنامج اللي نخدموه ايه مليح يعني ما شاء الله تاريخ كبير كان واقف مصطفى كاتب الله يرحمه هو اللي كان هو رئيس فرقة هو اللي صمم على الترجمة هذه ايه طبعا باش يوصل الكلام اللي راكم تقولوا فيه صح التعبير هذاك يعني باش الناس تفهم وش هي القضية الجزائرية نعم ايه يعني قمت بواجبكم تصور انت يوغوسلاف كي فهموا يبكوا بالدموع ايه ويجوا يبوسوا فينا ويمسوا فينا الى بشر ولا سبحان الله ولا من حديد ولا قال على الشيء اللي راه يصرى في الجزائر الثورة العظيمة هذيك كيفاش كانت أكبر قوة فرنسا وكيفاش ما قدرتش مع الشعب الجزائري نضال يعني الحمد لله انتم قمتم بواجبكم على أكمل وجه الحمد لله والرحمة على الرجال اللي داونا وجابونا طبعا ربي يرحمهم ويوسع عليهم سواء من الشهداء أو من الذين ماتوا بعد الاستقلال شكرا لكم على كل ما قمتم به جميلكم يبقى تاج على رأس كل جزائري حر الله فيك لا شكرا على واجب هذا نوفمبر عيدنا كل عيد الجزائر يا ريت احنا ناخذ نقدموا لكم ولو جزء بسيط ما عرفناش كيفاش ننجزوكم يعني ما انت راك نحن عاجزون الله. كأجيال جت بعد الاستقلال عاجزين على ان نشكركم يعني جزاكم عند الله سبحانه وتعالى انا اقسم بالله راني بالنسبه لي فؤاد وامان كي اللي كانك عضو من الفرقه اللي كنت فيها انا يا ريت انا نحسك ربي يعيشك ان شاء الله طول في عمرك ان شاء الله فيك ويعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله الله ينورك شكرا على ان تعبناك وجبناك لا شكرا على سمحنا واجب هذا واجب احنا جلستك معنا هذه بركه كبيره وشرف كبير لينا ونتمنى ان شاء الله نزيدوا نتلاقاو في فرص اخرى ومناسبات اخرى ان شاء الله ان شاء الله قبل ما تغادرنا واش رايك تقول لنا كلمه اخيره تنصح فيها جيل الشباب من الفنانين اللي راهم صاعدين الان أنا الكلمة اللي نقولها لكل الشباب والجيل الصاعد هذا الشابات والشباب مثل الشابة كنزة نتمنى لهم النجاح ويواصلوا ما يفشلوش ويأخذوا رأي فنانين اللي هما عندهم خبرة وسبقوهم
ياخذوا منهم اللب ويبقى ان شاء الله المشعل في ايديهم ما يطفاش يضوي على الجزائر كلها ان شاء الله يا رب. هما جيل الجزائر الجديده ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله يا رب. وجمهورنا نترككم مع هذه المقطوعه الموسيقيه من اختيار المايسترو جمال بفضل. مشاهدينا الكرام، رحبوا معي بضيفة الثانية الجميلة جميلة منصوري. مساء الخير جميلة. ما هذا الجمال، ما هذا النور، حتى المشي مع الإيقاع ما شاء الله. مساء النور. جئت تختالين ضاحكة. الله يبارك فيك أستاذي فؤاد ومال. مساء النور عليك. مساء الخير. مساء الخير زميلتي كنزة. مساء النور جميلة. خير. مساء الخير الفرقة الموسيقية الرائعة اللي راهي منورتنا الليلة. جيتي وجبتي معك أكيد الصحراء قاع الصحراء وهدوء الصحراء وجمال الصحراء. الله يسلمك. مرحبا بك جميلة. غنيتي للوطن طبعا. نعم غنيت للوطن من أغاني تركية أو عربية. شكون اللي ما يغنيش على الوطن؟ الوطن هو الأم، شكون اللي ما يغنيش طبعاً عليه؟ طبعاً طبعاً. وباللون التركي بالعربي والتركي والمواضيع اللي غنيتي يعني على الوطن كيفاش يعني على الثورة على الجزائر على غنيت على الثورة غنيت على الجزائر غنيت على البلاد جمال بلادي مليح وغنيت على الجزائر ككل وغنيت على الصحراء خاصة والجزائر عامة. مليح مليح. تقدري تقولي لي مقطع هكا قراءة برك مش غناء الكلمات. يا ربي تحفظ الجزائر ترعاها كامل هادي جنة بدمنا وسقيناها كامل ليش في عديان في الجزائر أرض الحنون والشهداء كاملة يرحمهم مولانا. كلمة تعمل هذه الكلمات نتاع فنانة في المنطقة كبيرة عندنا تغني حتى الذكارى تغني الأعراس تربينا على أيدها. اولا انا من تلاميذها اللي خرجتني وليت او بداياتي في الفنيه في الاعراس معها اللي هي الفنانه الوافي لاله الطاهره. وكشما عندك يعني انتاج هكذا في شكل سي دي ولا حاجه يعني؟ نعم عندي. عندك؟ عندي سي دي واحد سجلت ومازال بجيت نسجل سي دي جديد. واش تسمعينا اليوم كاغنيه على الجزائر؟ أغنية على الجزائر نسمع كم أغنية للفنان كلمات الفنان زكاني عبد الرحمن تاني هو فنان عندنا من المنطقة هو اللي كاتب لي كلمات هذه الأغنية. نوجه له تحية. نوجه له تحية ونطلب له الشفاء العاجل إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. تسلت وافو النسان نوفمبر اي والله التلان تسلت وافو النسان نوفمبر اي والله التلان أول نوفمبر عيدنا كل الجزائر أول نوفمبر
مسبوق في ذا التاريخ، عيدنا مكتوب ومسبوق في ذا التاريخ. 54 تسلت تسلت تفل نسان نوفمبر، اي والله هالدلان. تسلت تسلت وفل نسان صحة جميلة. الله يسلمك أستاذ، يسلمك، نورتينا. كنزة فنانة حقت التألق والنجاح داخل وخارج الوطن. بما أن سهرتنا الليلة حول الأغنية الوطنية، هل مستقبلا ما عندكش نية أنك تعملي أعمال يعني في الميدان هذا، في ميدان الأغنية الوطنية يعني؟ هو أكيد يعني أي فنان أنا نشوف أنه لازم يعني من واجباته أنه يعمل أغنية وطنية، كأي يعني مواطن يخدم بلده يعني بجانب معين من اختصاصه. الفنان تاني لازم ضروري أنه يقدم أغنية وطنية لبلده. ومش شرط في المناسبات يعني الغناء الوطن، مش شرط أنه أكيد لازم تكون مناسبة. لا أكيد واحد. يعني إحنا بالمناسبات يعني نلقاو فرصة أنه نغني الأغاني الوطنية يعني أكثر. يعني قصدي أنه الواحد لما يعمل مشروع تاع سيدي ولا حاجة يدير فيه على الأقل أغنية واحدة تتغنى، وباقي بمختلف المواضيع يعني ما تبقاش غير الأغنية العاطفية هي اللي مسيطرة على، لانه الغناء العاطفي استهلك يعني استهلك، قالوا كلش يعني عبروا على كلش، غنوا على العينين، غنوا على الشعر، غنوا يعني ايه الموضوع ولا مستهلك يعني. فكاين اشياء مواضيع جديده يعني حتى مواضيع اجتماعيه يعني ضروري الواحد. السنوات الاخيره انا ملاحظه يعني شخصيه لي لاحظت انه اغلب الاغاني اللي نجحت يعني تلقي فيها موضوع جديد يعني ماهوش كما تعودنا يعني. لانه اللي فاتوا قبل الفنانين الكبار قدام ما خلوناش مواضيع نهضروا فيها نتكلموا فيها. ايه فمن المفروض الجيل هذا يحاول يلقى افكار جديده، يحاول رانا نحاول يعني ان شاء الله ربي يوفقك. ان شاء الله. سمعينا حاجه كابيلا. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك.
هل أراك في علاك تبلغ سماك تبلغ سماك موطني يعطيك الصحة كنزة. كلمة أخيرة كنزة. أولا أنا تاني حابة نشكركم على وجودي معكم وأنكم خصصتوني مع الفنانين أني نكون معكم في يوم مهم كما هذا اللي هو أول نوفمبر ذكرى اندلاع ثورتنا المجيدة. وفرحت بزاف أني شاركتكم وأني غنيت أغاني وطنية اللي دايما يعني نفخر ونتمنى أني دايما نغنيها. وهذا ما كان. شكرا لكم، شكرا على الحصة تاعكم، ونتمنى لكم التوفيق والمزيد من التألق والنجاح، ونتمنى التوفيق أيضا لجميلة في اللون تاعها الجميل والطابع تاعها الرائع، ونتمنى لك إن شاء الله مسيرة موفقة وتتميزي إن شاء الله يا رب. شكرا لك. شكرا لكم. جمهورنا الكريم، أسعد باستقبال الفنان المتألق سفيان زيقم. مرحبا بك سفيان. الله يسلمك أستاذي، وشكرا جزيلا على هذه الدعوة الكريمة. الله يسلمك. طبعا مناسبة وطنية عظيمة في تاريخنا، وإحنا خصصنا العدد الأول من برنامج سهرية لهذه المناسبة. هو تواصل مع أجيال سبقتنا غنت للوطن، وأجيال جاءت من بعد كل يغني بطريقته وبإحساسه المختلف. في رأيك الفرق بين من عاش فترة الثورة ومن جاء بعدها، كيف يحس زيقم عندما يغني للجزائر؟ والله يا أستاذ الإحساس ما يقدرش يوصف الواحد. لماذا؟ لأنه احنا كجزائريين تاريخ أول نوفمبر يمثل مصدر فخر ومصدر لينا يعني كامل. نشترك في هذه النقطة، هذه النقطة يعني نشترك فيها كامل. ولما نستمع الأغاني اللي كانت تغنى في أثناء الثورة، اللي هي أغاني عظيمة، أغاني كانت تمثل جانب من عدة جوانب من جوانب الكفاح، يعني الجانب الفني في الكفاح، يعني أعمال جميلة جدا نفتخر بها ونستمتع بالاستماع إليها. كل يغني على ليلى بطريقته المختلفة. جميلة تمثل نوع آخر من اللون، الألوان الغنائية الجزائرية، يعني لون مختلف وعنده أصوله وعنده الأسس نتاعه وعنده خصوصيته. جميلة، أنت ظهرتي من خلال برنامج ألحان وشباب. نعم، أولا قبل ألحان وشباب ظهرت من خلال مسابقات. كنت شاركت في المسابقة الجهوية نتاع الأغنية التركية في ولاية إليزي، وكنت فزت، كان لي حظ أني فزت بالمرتبة الأولى. ومن بعد كي شاركت في بين الولايات الجنوبية، ومن بعد الشمال هكا، ومن بعد شاركنا في الوطني على مستوى الوطن اللي هي الأغنية الأمازيغية. تضم الأغنية التركية، تضم الأغنية الشاوية، تضم الأغنية القبائلية، تضم الأغنية المزابية.
ومن بعد كنت ثاني لي الحظ اني نفوز بالمرتبه الاولى على المستوى الوطني في الاغنيه الامازيغيه. ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله اللي ما كنتش معك في مسابقه انا. كون فزت عليا انت. لا لا ما فزت. استاذي. لا لا تكمليهم كنتي. ما نقدرش. ومن بعد تم جت الحان وشباب. كنت من بين العشرين اللي دخلوا المدرسه في الطبعه الرابعه في 2013. يعطيك الصحه. ومن بعد بدات المسيره. غنائية بشوية شوية إن شاء الله تطول المسيرة وتتكلل بالنجاحات إن شاء الله دائما الأولى بإذن الله مصممة بإذن الله نحب المرتبة الأولى لأني المرتبة الثانية ما نتقبلهاش تقبليهاش واعرة خطيرة جميلة عندك الحق عندك تقعدي كما هكذا دائما الأولى مليح ربي يوفقك إن شاء الله يسلمك جميل احنا يعني كنا سعيدين جدا بحضورك معنا قبل ما تغادرينا غنينا حاجة هكذا بصوتك نحن لك اللحن يا ربي تحفظ الجزائر هي معليش معليش يا ربي تحفظ الجزائر ترعى كامل يا ربي تحفظ الجزائر ترعى كامل هذه جنة بدمنا سقينا كامل هذه جنة بدمنا سقينا كامل لا يشفي عديم في الجزائر أرض الحنون لا يشفي عديم في الجزائر أرض الحنون والشهداء كاملة يرحمهم مولانا والشهداء كاملة يرحمهم مولانا أمين يا رب العالمين يعطيك الصحة جميلة والله نورتينا بأناقتك وبأصالتك وبصوتك الجميل وخفة دمك ان شاء الله نتلاقاو في فرص اخرى ان شاء الله يسلمك استاذ انا الثاني متشرفه بكم متشرفه بالفنانين اللي كانوا معايا شكر خاص للفرقه الموسيقيه اللي كانت من اروع ما يكون تحيه خاصه لجنود الخفاء ثاني هما ما ننساوهمش تحيه خاصه لك لاستضافتي في هذه الحصه المميزه اللي هي كما نقولوا من خلالها نعبروا على الوطن تاعنا الوطن الأم الوطن هو الحب الوطن هو الحنان الوطن هو الأم مهما عبرنا ومهما غنينا ومهما تكلمنا ما نقدروش نوفوا حقه ويبقى لأنه الوطن هو يضمنا ويبقى الوطن هو يبقى الوطن دائما شامخ ونحن فداه في كل أكيد الظروف أكيد وربي يرحم شهدائنا الأبرار أمين يا رب العالمين وإن شاء الله بربي نتمنى والبلادنا الخير ونتمنى ودائما بلادنا تكون من في أعلى إن شاء الله يا رب قمم إن شاء الله بإذن الله ومتشرفة بكم وشكرا على يعطيك الصحة شكرا شكرا مشاهدينا الكرام نعود إلى الفرقة وهذه المقطوعة الموسيقية وكذلك آخر الحضور أو آخر ضيوف معي في البلاطو الفنان المتألق عمر بن حرمة مرحبا بك أخوي مرحبا بك أخوي وشكرا على تلبية الدعوة الشكر لك والشكر لكل ربي يحفظك إن شاء الله زميلي سفيان ونحن نحيي هذه الليلة المباركة ليلة أول نوفمبر أو الاحتفال بعيد الثورة طبعا ونستحضر الأغاني التي أداها من قبل فنانين كبار وهذا شعار برنامجنا يعني أن نغني للكبار يعني لكي نذكر الناس بموروثنا الثقافي العربي الكبير ونستمتع كذلك بما تركه لنا هؤلاء العظماء
نرجع لك سي سفيان، وش سمعنا حاجة من والله تراثنا يعني الخاص بالأغاني الوطنية؟ والله يا أستاذ، بما أنك ذكرت من قبل الغناء الوطني اللي كان يؤدى من طرف المغنيين الجزائريين أو المقاومين الجزائريين في زمن الثورة، حبيت نقدم أيقونة من أيقونات الغناء الوطني الجزائري، اللي هي أغنية للمرحوم محمد راشدي بعنوان 2000 مبروك. 2000 مبروك، 2000 مبروك كنت حكيت عليها في بداية الحلقة، أنها كانت لمحمد راشدي بالصدفة، يعني جاته بالصدفة، وكانت سبب في نجاحه، وساهمت في إشهاره ونجاحه في يعني في بداية السبعينات. نستمتع إن شاء الله بالأغنية. ألف مبروك يا ولدي، 2000 مبروك، رايات المجد يا ولدي اليوم هالنور. 2000 مبروك يا ولدي، 2000 مبروك، رايات المجد يا ولدي اليوم هالنور. عيد الجزائر يا ولدي، عيد البشائر يا ولدي، عيد الجزائر يا ولدي، عيد البشائر يا ولدي، والشعب الثاني يا ولدي. 2000 مبروك يا ولدي، 2000 مبروك، 2000 مبروك يا ولدي، 2000 مبروك، رايات المجد يا ولدي اليوم هالنور. 2000 مبروك يا ولدي، 2000 مبروك، رايات المجد يا ولدي اليوم هالنور. عيد الجزائر يا ولدي، عيد البشائر يا ولدي، عيد الجزائر يا ولدي، عيد البشائر يا ولدي، والشعب الثاني يا ولدي. يا ولدي بلدك هالطيب كله إحساس، اسم أغنية مزروعة في قلوب الناس. يا ولدي بلدك هالطيب كله إحساس، اسم أغنية مزروعة في قلوب الناس. عيد الجزائر يا ولدي، يا ولدي عيد الجزائر، عيد المشاه والشعب التاني يا ولدي. 2000 مبروك يا ولدي، 2000 مبروك، 2000 مبروك يا ولدي، 2000 مبروك، رايات المجد يا ولدي يوم هالنور. 2000 مبروك يا ولدي، 2000 مبروك، رايات المجد يا ولدي يوم هالنور. عيد الجزائر يا ولدي، عيد البشائر يا ولدي، عيد الجزائر يا ولدي، عيد البشائر يا ولدي، والشعب الثاني يا ولدي، يوم يهنوك يا ولدي. 2000 مبروك المجد على جناحك، ودي السلامات للشعب العامل اللي بقلبه رفع الرايات. يا طيور المجد على جناحك، ودي السلامات للشعب العامل اللي بقلبه رفع الرايات. عيد الجزائر يا ولدي، عيد البشر يا ولدي، عيد الجزائر يا ولدي، عيد البشر يا ولدي، والشعب الثاني يا ولدي. 2000 مبروك يا ولدي، 2000 مبروك، 2000 مبروك يا ولدي، 2000 مبروك، رايات المجد يا ولدي اليوم هالنور. 2000 مبروك يا ولدي، 2000 مبروك، رايات المجد يا ولدي اليوم هالنور.
عيد الجزائر يا ولدي عيد البشاير يا ولدي عيد الجزائر عيد البشاير يا ولدي والشعب الثاني ألف المبروك يا ولدي ألف المبروك ألف المبروك يا ولدي ألف المبروك ألف المبروك يا ولدي ألف المبروك ألف مبروك يا ولدي ألف مبروك. الله 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 يعطيك الصحة سفيان. يعطيك الصحة. يعطينا الصحة الحقيقة يعني. كاملة. عمر. مرحبا. قد عندك سنة وأنت في ميدان الفن؟ كان عندي 9 سنين بديت في الأغاني الوطنية. أيوة. يعني عندك باع في الميدان هذا في الاناشيد و ايوه من وقت الكتاتيب يعني ايوه لحد الان ويعني عندك اغانيك انت يعني عندك اغاني وطنيه عندي اغاني لكن ما لكن تسجيل ما فيش تسجيل دوك احنا كاين جيل ما شاء الله غنى للثوره وغنى للجزائر وخلنا تراث كبير احنا هذاك تراث مانيش حابين نفرطوا فيه لا لا احنا واش رايحين نخلوا للاجيال الجايه لازمنا نخلوا لهم يعني لازمنا نجتهدوا شويه ون... ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون فيه اجتهاد ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب انت واش تغني لنا اليوم اليوم والله في اغنيه لعملاق من عمالقه الاغنيه الجزائريه ايوه للشيخ ربح درياسة ربي يطول في عمره ان شاء الله ربي يطول في عمره ان شاء الله راح نغني لكم قمري زرق الجناح اي حلوه حلوه ما شاء الله طبعا دائما مع فرقتنا الموسيقيه طاير ودي مكتوبي للزين الزين علي وبقاع السواحل ساير وطويلي لميال بالجنحين جيب المارة والبشارة وقطف مجنانها نوارة تتنسم بريحة الجزائر في ليلة الاثنين وستين والفي عدرا وزي نهاية ليلة حب جوهر في بساطة حصين خلت النسوان والرجالة يسهروا في جعلها الاثنين كي جابوها وزينوها فوق الريصان طلعوها مثل القمرة بنورها شعالة ما بين 14 والعشرين لها تتغالى وهلها بالكر معروفين طلعت من شط البحر مرجانا وتعلت وجات بين وبين بين جبالها وبين بها يا سبحان اللي نشاها وردة مسخين ساقية ريحانا نبدأ ممزوجة بالاسمين يا قمري زهرق الجناح الطاير ودي مكتوبي للزين الزين
علي وبقى على السواحل ساير وطويلي لميال بالجنحين جيب الإمارة والبشارة واقطف مجنانها دوارة عتتنسم بريحة الجزائر في ليلة الاثنين وستين شكرا عمر. العفو يعطيك الصحه اخويا. شكرا جزيلا. والله حسيتنا هذه قاربت على الانتهاء. حبيت تقولوا لي كلمه في الختام، ماذا تتوقعون في مستقبل هذه الجزائر العظيمه، الجزائر الجديده؟ اول شيء بالمناسبه العظيمه هذه ذكرى اول نوفمبر، نحيي كل الشعب الجزائري تحيه عطيره نوفمبريه، وإن شاء الله نتمناه الخير أول شيء لبلادنا الجزائر وللشعب الجزائري إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. سفيان. والله أنا بهالمناسبة متفائل جدا بالجزائر الجديدة إن شاء الله، لكن على شرط أنه نكون كلنا كشعب جزائري، كل فرد فينا يكون على قد المسؤولية تجاه هذا الوطن الحبيب، وإن شاء الله ربي إن شاء الله يرزق هذا البلد التطور والازدهار ويحفظها إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. في النهاية رحين نغنوا حاجة للجزائر، أغنية من أجمل ما قدم لهذا الوطن، وهي أغنية من أجلك عشنا يا وطني للشاعر الراحل عمر البرناوي والملحن الموسيقار الرائع رحمه الله الشريف قرطبي. مشاهدينا الكرام، هكذا نختم هذا العدد الأول من برنامجنا. نحن نحب الجزائر بطريقتنا، نحن جيل الاستقلال، أحببناه كما أحبه من سبقونا، وسنكون بإذن الله خير خلف لخير سلف. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء، وسنلتقي عن قريب في برنامج سهرية في عدد آخر إن شاء الله. شكرا لكم وإلى اللقاء. طالب منا